مرحبا. أيلول السنة يبدو أنه حامل عدة كتل هوائية باردة رطبة، وهالشي رح نحس فيه ابتداء من بعد 10 أيلول. أما بهاليومين فبعد وطقسنا حار نهارا ومعتدل ليلا عجبال مع انخفاض بدرجات الحرارة، والشوب مكمل معنا مع حرارة مرتفعة على الساحل بتبلش تخف بعد 8 أيلول، واستمرار الضباب على المرتفعات المتوسطة بساعات المساء بسبب الرطوبة العالية. ننتقل لنشوف الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، والبداية من الجميزة 30 درجة، بيت الدين 28 درجة، شحيم 27 درجة، و 29 براس بعلبك مع انخفاض بالحرارة خلال الليل. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين؟ منشوفهم مع بعض. نهار الأحد والتنين درجات حرارة بتتراوح بين 30 و 26 درجة، نهار الثلاثة بتنخفض مع تكون غيوم واحتمال لتساقط أمطار متفرقة مع 29 درجة أقصاها 25 أدنها. هيدا كان جونا لليوم، منشوفكم بكرة بجو جديد. أما هلأ فللأجواء الإخبارية.